سيادة الرئيس، في النهاية بنشكرك على سعة صدرك وإتاحة الفرصة لنا دائما في التواصل مع سيادتك. شكرا لك سيادة الرئيس، شكرا لحضرتك، شكرا لسيادتك، وشكرا أيوة، لكل الحضور. من فضلكم من فضلكم من فضلكم، تفضلوا استريح، تفضلوا استريح. لو سمحت، أنا بشكركم جدا على سعة صدركم معانا وعلى تحملكم الفترة الطويلة اللي أنا اتكلمت معاكم فيها، وكالعادة أنا بتكلم معاكم بكل يعني بكل انفتاح، بكل وضوح، بكل صدق، بكل اللي بيدور في نفسي بتكلم معاكم فيه. وفي الآخر بقول لكم يعني نستطيع معا كلنا إن احنا ناخد بلدنا ونحقق بيها الآمال والأحلام اللي بنتمناها لنفسينا ولأولادنا، لنفسينا ولأولادنا، نحافظ على بلدنا ونخلي بالنا منها. بالمناسبة، بغض النظر عن الأسئلة اللي جت كلها اتجاوبت أو ما اتجاوبتش، حجم المطلوب كتير من حضراتكم ليا وللحكومة، مفيش كلام، إنما وحجم السلبيات كتير أنا بقول لكم، بس بينا برضو مع بعضنا هنقلل كل يوم عن اليوم اللي قبله ونقضي على سلبية من السلبيات لغاية لما نبقى زينا زي كل الدول اللي احنا بنتمنى نبقى زيها، مع بعض مع بعض كده. شكرا لك سيادة الرئيس، شكرا للسادة الحضور، شكرا لك سيادة الرئيس جزيلا. وانا والله بحبكم جدا، بس استحملوا بقى الكيكي واللي انتوا عملتوه ده.